الأمر في الغذاء، وهو الأمر يعتبر الأخير واللي أخذوه منه. يعني مثلا هنجد أندريا ويل لما طلع الكتاب بتاعه الأول، وهو الذي يقول 8 أسابيع للوصول إلى الصحة العامة أو للوصول إلى الصحة المثلى. عندما وضع 8 أسابيع سئل سؤال، لماذا 8 أسابيع؟ يعني ليه مش 4 أسابيع؟ ليه مش 6 أسابيع؟ ليه مش 7 أسابيع؟ ليه 8 أسابيع بالذات؟ فلم يجيب، وإنما بعد فترة بعد أن هداه الله إلى الإسلام قال: أنا أخذت هذه 8 أسابيع من حديث السيدة عائشة عندما كانت تقول: يمر علينا الهلال والهلال والهلال ولا نوقد نارا. فعندما سئلت بماذا كنتم تعيشون قالت: على السودوين، السودوين الماء والتمر. ولذلك أندريا ويل لما وضع هذا الأسلوب في الغذاء فوضع أسلوب سماه 8 أسابيع للوصول إلى الصحة المثلى. عندما سئل أولا ليه 8 أسابيع لم يجيب، وعندما أهداه الله أو هداه الله إلى الإسلام وأعلن إسلامه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه هو اللي قال أكبر أستاذ تغذية في العالم موجود الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يمشي، يمشي إمتى؟ في الصيام، في وقت الصيام يمشي بعد العصر. الله، ففي وقت الفطار وإحنا يعني في الأيام العادية يمشي بعد العشاء، مشيه في أيام الصيام في أيام رمضان بعد العصر. ليه؟ أندريا ويل قال: أنا أمنت بحاجة مهمة جدا ووصلت إلى الإيمان وأن الإسلام حق وأن هذا النبي الأمي الذي علم المتعلمين وثقف المثقفين جاء بهذا النهي من قبل ربه، لأنه أخذ هذا العلم المحيط من قبل رب العزة. عندما قال: ما زالت أمتي بخير ما عجلوا في الإفطار وما أخروا في السحور. وكلمة أخروا في السحور، رسول الله عندما كان يتسحر في رمضان أو في أي أيام يصومها من أيام النوافل في غير رمضان كان يقول عنه سيدنا أنس: كان آخر طعامه قبل أذان الفجر بمقدار 50 آية. 50 آية نقدر نقول أنها تاخد ربع ساعة تلت ساعة، ده آخر طعام رسول الله. فعندما يؤخر السحور معروف أن فترة الهضم بتاخد في المتوسط 5 ساعات، بعد الهضم يبدأ مرحلة الامتصاص، مرحلة امتصاص الطعام المهضوم برضو بتاخد 5 ساعات. فلو فرضت أنه هو انتهى من السحور الساعة 4 صباحا وعشر ساعات اللي هي 5 ساعات هضم وخمس ساعات امتصاص، يبقى ينتهي الساعة 14 يعني 2 ظهرا. بعد 2 ظهرا يعتمد على المخزون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يطرح المخزون اللي في جسمه كان يمشي بعد العصر، وكان ينهي عن السكون بعد العصر في نهار رمضان صلى الله عليه وسلم. إنما نأتي في أيام الفطور العادية، الأيام العادية كان يمشي بعد العشاء. فالأمر هنا اختلف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل ده بيقول ايه؟ بيقول: من أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني السحور لابد نأخره، ولما نأخره بفي هذه الحالة خدمة 5 ساعات هضم و5 ساعات امتصاص. فقال: أنا عرفت إن هذا النبي الأمي جاء بهذا النهي من قبل ربه وتعلم عند من لديه العلم المحيط وهو رب العالمين الخالق البارئ المصور. ولذلك أخذ منه هذه 8 أسابيع ووضع كتابه الأول اللي هو انتشر في الولايات المتحدة الأمريكية، انتشار النار في الهشيم، وهو 8 أسابيع للوصول إلى الصحة المثلى، يسموه 8 weeks for optimum health لأندريا ويل. وأندريا ويل هذا طبيب واخد ام دي، يعني درجة الدكتوراه في الطب ودرجة الدكتوراه في فلسفة العلوم، وهو أكبر عالم من علماء التغذية
في القرن الذي نعيشه. وهذا الرجل يعني لابد من التنويه عنه أنه كان أصيب بجزء من سرطان العظم اللي بيسموه الساركوما، وعالج نفسه بنظام 8 أسابيع للوصول إلى الصحة المثلى، وأمعن في زيت الزيتون. ولذلك وضع هذا النظام، فوضع خطة عامة، قال علينا أن نتخلص من كل أنواع الدهون والزيوت ما عدا زيت الزيتون، يعني ما حدش يأكل بأي زيت إلا زيت الزيتون، التخلص من كل الدهون المصنعة والمهدرجة، يعني السمن الصناعي اللي هو أساسا كان زيوت ثم أدخل فيه عنصر الهيدروجين فتهدرج وتجمد، التخلص من كل المحليات الصناعية، التخلص من كل المنتجات التي تحتوي على ألوان صناعية، التأكد من المحتوى الدهني لكل ما نأكل وخاصة الدهون المشبعة اللي هي الدهون الحيوانية. كان يبدأ زي ما بيقول ان احنا هنبدأ بالطعام اللي هو ارشدنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي العسل النحل مقدار المعلقة الكبيرة المذابة في كوب ماء، ثم بعد ذلك يبدأ بالخضروات الطازجة وخاصة المحببة منها للنفس. وكان يقول علينا ان احنا نقول 3 ألوان زي ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتمد في الأسبوع الأول أكثر ما يمكن على الأسماك والسلمون والسردين على الأقل مرة أو مرتين في أسبوع، وكان يقول لأنها تحتوي على الأوميجا 3. وهو قال يعني حتة مهمة جدا، قال القرآن الكريم الذي نزل من اللوح المحفوظ على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان يقول يعني ممكن نحن نروح نشتري أي نوع من أنواع اللحوم ويطلع الذبيحة كبيرة شوية فيطلع اللحم صلب شوية أو جامد شوية، لكن رب العزة عندما تكلم عن الأسماك فقال لحما طرية. ولذلك مهما كانت السمكة حتى كبيرة في الحجم لازم لحمها يبقى لحم طري، والدهون اللي موجودة فيها تحتوي على الأوميجا 3، والأوميجا 3 من المعروف أنه يقاوم تصلب الشرايين ويقاوم زيادة الدهون. ولذلك كان دايما يقول لابد أن احنا نعتمد على أسبوع مرتين من الأسماك، وخاصة الأسماك الدهنية زي سمك البوري عندنا. وكان يقول لابد من إضافات الفيتامين سي أو الليمون اللي احنا موجود عندنا، وكان يقول ان احنا لابد ان ناخد 1000 إلى 2000 ملي جرام، يعني من 1 جرام إلى 2 جرام فيتامين سي. ودي طبعا فيتامين سي بيبقى موجود في الليمون وموجود في الطماطم وموجود في الجوافة وموجود في الموز، فموجود في حاجات كتيرة جدا. وكان يقول هذا الفيتامين من المعروف انه مضاد للأكسدة ويعتبر حامل الجسم وبيزود الأجهزة المناعية. ده الخطة العامة اللي وضعها أندريا ويل في الأسبوع الأول. أما عن التمرينات الرياضية فقال يعني لنبدأ، لأن عدد كبير جدا بيقول من الناس مش بيتبعوا الهدي اللي وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأساس في الإسلام إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان في كبد، والأساس يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يبقى الأساس في الإسلام مش الراحة، الأساس في الإسلام العمل والحركة، وظاهر الحركة مهم جدا لبناء الأجسام. ولذلك إن من الذنوب من لا يكفرها الصلاة ولا الصوم ولا الصدقة، ولكن يكفرها السعي في طلب الرزق. ولذلك الرجل اللي اسمه أندريا ويل بيقول من هدي الإسلام أن الإنسان يمشي، وأن الرفاهية هي مصيدة الأمراض. ولذلك بيقول بما أننا لا نتبع الهدي فحاول في الأسبوع الأول، في اليوم الأول من الأسبوع الأول، أنك تبدأ تدريجيا بالمشي 10 دقائق،
وفي الوقت نفسه إذا كنت على برنامج رياضي بس برضو لازم تمشي 10 دقائق. وقال لك الجانب الروحي، الجانب الروحي إنك تجلس مع نفسك. فقال إن الإسلام بيعتني بتمارين الاسترخاء، وتمارين الاسترخاء اللي احنا بنسميها التفكر، وهي العبادة المهجورة، وهي الثابت إن رسول الله كما ذكرنا سالفا أنه كان يفعلها بعد الفجر وكان يفعلها بعد العصر. هذه هي الأسس العامة التي أشار إليها الإسلام وأشار إليها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في أكله وفي شربه وفي نومه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا التأسي بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى نحافظ على الأبدان ونحافظ على الأرواح ونكون دائما في معية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى نتأسى به صلى الله عليه وسلم. ومن تأسى بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يكون معه في دار المزيد في الفردوس الأعلى من الجنة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وسلام من الله عليكم ورحمة من الله وبركاته، وإلى لقاء آخر وفق مراد الله سبحانه وتعالى.